ولذلك جاء في الأثر أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: أي الإيمان أعجب؟ قال له: إيمان الملائكة. قال: الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون؟ ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا: الأنبياء يا رسول الله. قال: الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون؟ إحنا بقى اللي أعجب في الإيمان. قال: أنا فيكم فكيف لا تؤمنون؟ قال: إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده، ولا شفنا النبي ولا عم أبدا أي حاجة. قال لك: هم دول اللي